الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. ليش ما العكس، القمر ضياء والشمس نورا؟ لا، القمر الشمس تضيء والقمر ينير. النور أشد من الضياء. أقوى. لا عشان الشمس الضياء أقوى. لا، يقولون إن ضوء القمر من انعكاس الشمس عليه. أنا كنت أقول لك هي في سورة نوح بيقول إيه؟ والشمس. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الشمس القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فقدم القمر علشان الفاصل. كله ما شاء الله. فالسراج تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وفي قراءة سرجا يعني شموس وأقمار. بس القمر انشق، بس الشمس ما انشقت. لا طبعا. وفتقناهما السماء بعد فتقت السماوات. كانوا الاثنين كتلة واحدة. ففتقت دي من دل ايه؟ قال كم سنة؟ كم ألف سنة؟ ايوه، بعد ألف سنة بردت لقى الحرارة فارتفع الدخان تكونت منه السماوات. سبحان الله. وبرد الماء فجمدت منه الأرض. لذلك الجماعة القدام كانوا يقولوا خلق السماء بلا عمل، رفع السماء بلا عمل، وخلق الأرض من ماء جمد. سلامات.